أعزائي المشاهدين مساء الخير، وبنحب نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مش لوحدك. النهاردة هنتكلم يمكن على مرضين ومن أخطر الأمراض اللي شايفينها دلوقتي حوالينا، مرض السكر وزيادة الدهنيات في الجسم. للأسف مرض السكر كمان خطير جدا وساعات ملوش أعراض. هنعرف النهاردة إيه طبعا خطورة مرض السكر وإزاي نقدر نسيطر على المرض ده. كمان زيادة الدهنيات في الجسم بتعمل برضو أمراض كتيرة جدا، ومنها الفاري ليفر أو الكبد الدهني. هنعرف طبعا إيه خطورته وإزاي نقدر نعالجه. كمان لو أنت بتبقى مرهق في كل الوقت ومن غير سبب، حاسس أن أنت ممكن تكون بتتخن مع أن مثلا ما بتاكلش أكل زيادة ومالكش نفس تعمل اي حاجه خالص، هنشوف ايه اعراض الاعراض دي وايه سببها وايه طبعا نقدر نعمل ايه عشان اقول نعالج الارهاق ده، واللي مالوش نفس ده نخليه يبقى لنفسه حلوه ويعمل كل حاجه ونفسه فيها. احب ارحب معايا في الاستوديو دكتور منورني النهارده من انديانا، دكتور عهدي حلمي، اخصائي الغدد الصماء والسكر واخصائي الدهنيات، استاذ بجامعه انديانا. اهلا وسهلا دكتور عهدي، منورني في برنامج مش لوحدك. اهلا وسهلا، ميرسي قوي على دعوتي، متشرف اكون معاكي في البرنامج. الشرف لينا دكتور، الشرف لينا. الحمد لله على السلامه اولا من انديانا. حضرتك في الاول بس كتبت كتاب عن الديابيتس او السكر، وانا حطه في التلفزيون لو ممكن نجي، وانا عايزه النور بس. ديابيتس اند اوبيسيتي، فيا ريت حضرتك تقول لي ايه محتوى الكتاب ده وليه كتبته. هو الحقيقة الكتاب بيتكلم عن السمنة وعلاقتها الوطيدة قوي بمرض السكر، وسبب الكتابة الكتاب ان انا حسيت ان في احتياج شديد قوي وسط الناس انهم يعرفوا ايه اسباب المرض، اسباب السمنة. والسمنة كلمة عامة، في تركز الدهنيات في مناطق معينة أخطر من مناطق، وعلاقتها بمناعة الجسم للإنسولين وعدم كفاءة الإنسولين وبالتالي مرض السكر. برضو كتير قوي من الشباب والأطفال الصغيرين اللي كان زمان بيطلعوا يلعبوا كورة وباسكت بول، ودلوقتي قاعدين على السلفون، الجيمز، كمبيوتر جيمز، وحركتهم قلت قوي، مع أن استهلاكهم للحاجات السكرية والذات كثافة سعرات كتير أدت إلى سمنة، وبالتالي بنشوف مرض السكر من نوع التاني اللي ما كناش بنشوفه إلا في سن متقدم، دلوقتي بنشوفه في سن صغير، في شباب، في تين ايجرز وغيرهم. فطبعا ده حسيت إن هي في كرايسس، حالة طارئة ومحتاجة توعية، فده اللي خلاني كتبت الكتاب. طب جميل. لو نشوف الصورة تاني. طيب الكتاب ده لو حد يحب يجيبه دكتور عهدي أونلاين، ممكن يأوردر الكتاب ده أونلاين ولا مكتوب؟ It's available on Amazon. في كمان It's on West Bow Press اللي هو الببليشر. It should be easy to order it and have it shipped to your home. طب جميل. طبعا المفروض واحد يقول كل واحد فينا يبقى عنده الكتاب ده يشوفه ايه وايه خطورة السكر والدهنيات، والواحد يقدر صح طبعا يعالجها ازاي، ويعني يبقى وحتى يسيطر عليه، يبقى under control يعني زي. ميرسي جدا لحضرتك. طيب احنا طبعا موضوعين زي ما قلت في اول حلقه هنتكلم عليهم النهارده، يمكن من اخطر الامراض اللي بنشوفها دلوقتي زي ما حضرتك قلت، طبعا مرض السكر ومرض زياده الدهنيات في الجسم، وهنتكلم على الاثنين وايه اعراضهم وخطورتهم ايه في الجسم، وطبعا ازاي نقدر نسيطر عليهم او نعالجهم. هبتدي في الاول بالدهنيات او الدهون، فيا ريت حضرتك تعرف لنا ايه هي الدهون، ايه هي الدهون اللي بتبقى في الجسم. هو الدهون طبعا الدهون اللي في الدم هي دهون مهمة الجسم محتاج لها، طبعا بتشمل الكوليسترول، بتشمل الدهنيات الثلاثية، وهي في حد ذاتها وجودها في الدم ده مهم، هي زيادتها عن ليفل معين بتبقى خطيرة وممكن تترسب في أماكن مش مفروض تكون فيها. لكن
لكن الدهنيات اللي في الدم، الدم بينقلها وبيغلفها بطريقة معينة عشان تقدر تعوم في الدم، لأن هي بطبيعتها غير سائلة في المية، غير دائبة في المية، فممكن تعمل جلطات، فالجسم بيغلفها عشان ينقلها من مكان لمكان. الكوليسترول ده مهم جدا لتركيب الخلايا، انه نعمل منه كورتيزون. وده هرمون من الهرمونات المهمة قوي، مهم جدا للهرمونات اللي هرمون الذكورة والأنوثة، كل ده بيحتاج للكوليسترول كمركب أساسي. الكوليسترول ده بيتصنع في كل خلية في الجسم، لكن بالأكتر في الكبد. كل جزء في الجسم، كل عضو بيحتاج لكم معين، ساعات هو يقدر يكفي نفسه وده نادر. معظم الأعضاء اللي في الجسم بتحتاج سبلاي من الكبد، فالكبد بيدي لكل عضو. وبعد كده الفضلات من الكوليسترول لازم ترجع للكبد، لأنه الوحيد اللي يقدر يريسايكل ويخلص منها. هو بيريسايكل وبيصنع زيادة علشان يكفي كل احتياج، وبيعمل حوالي 3-5 أضعاف الكوليسترول اللي احنا بنستهلكه في الأكل. الوحيد اللي قائم بذاته مش محتاج كوليسترول من الكبد المخ وعدسة العين، فيما عدا ذلك كل عضو محتاج كوليسترول. فده الكوليسترول. دهنيات الثلاثية مهمة جدا، بتنقل الأحماض الدهنية للعضلات، بتستعملها كوقود، والزيادة يتخزن في الخلايا ليوم أنا محتاج ومش عندي كفاية من الأكل، فهكذا. فهي مفروض أن هي ميزان مظبوط جدا ما بين الكبد بيريسايكل وبيمد، والعضلات بتستهلك والخلايا بتستعمله في تكوين الهرمونات. البالانس ده حساس قوي. لو أنا بديت أخد زيادة، ده بخل بالدنيا كلها، وتبتدي تزيد الدهنيات فوق قدرة الكبد أنها تريسايكل، ويبتدي الدهنيات ده بعد كده تزرق في أماكن مش مفروض تكون فيها، من ضمنها الشرايين. الشرايين دي ما فيهاش أوعية لمفاوية، فلما بيخشها الكوليسترول والدهنيات الثلاثية، الأوعية الدموية تقدرش تخلص منها، تبتدي تتكون وتعمل هضبات، والهضبات دي تبتدي تزيد 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 وتعمل انسداد في شرايين مهمة جدا زي شرايين المخ، بتسبب الستروك أو الجلطة الدماغية، تسبب ذبحة صدرية، تسبب هارت أتاك، أزمة في القلب. كل الحاجات دي سببها اختلال البالانس وتكوين دهنيات نتيجة الزيادة، وبتزيد على المدى الطويل، تعمل هضاب وبعد كده بتقفل الشرايين نفسها. طب هل في جود فات وفي باد فات، ولا كله باد فات يعني؟ So الكوليسترول المتعارف عليه بالتحليل يقول لك ده الكوليسترول الكويس، ده الكوليسترول الوحش. الكوليسترول الوحش او ال LDL ده الكوليسترول اللي هو اتكون من اخطر ما يمكن لما يبتدي يروح الشرايين، ده ال LDL او الباد كوليسترول. وده بقى من زياده الدهون في الجسم لو زادت، ده زياده الاستهلاك. او في بعض ناس كتير الجينات بتلعب دور ان الكبد بيعمل فوق استهلاكهم، ودي طبعا حاجات ما نقدرش نخلص منها، ما حدش بيختار أبويه مثلا، فالجينات is unavoided. فطبعا مهم قوي ان انا اكشف عن الكوليسترول بتاعي، اعرف انا اخباري ايه. وكل ما كنت سني صغير في اني اعمل كده، يعني كتير قوي بيشجعوا ان انا في سن التين ايج ييرز ان انا ابتدي اعمل check of cholesterol at least once، بالذات لو العيلة فيها تاريخ مرضي ان بيحصل فيه ذبحات او جلطات في القلب في سن صغير. اوروبا مثلا بتبتدي تعمل سكريننج في سن 3 سنين، احنا في امريكا بعد مداومات ومفاوضات في سن 10 سنين نبتدي نعملها. لكن انا بشجع في انواع دهنيات بنحتاج نعملها ولو واحده مره واحده في حياتنا as early as possible، لانها ممكن تكون running in family، بتبقى في العائلات ومش حاسين. لكن اي عيله فيها تاريخ مرضي خاص بالشرايين يستحسن ياخدوا بالهم من أطفالهم ويعملوا تحليل بدري بدري، نعرف الكوليسترول أخباره إيه. فيا إما بيبقى إنتاج زيادة، يا إما الناس نفس طبيعة أكلها وطبيعة حياتها، الستايل بتاعها أكلها مدهن جدا وبيبقى فوق طاقة الجسم إن هو يتخلص منه. ده الباد كوليسترول أو الأهم جزء الـ LDL.
الـ HDL اللي هو الكوليسترول الكويس ده وسيلة الجسم انه بقية، انا قلت ان كل عضو بيستهلك الكوليسترول والبقايا لازم ترجع للكبد عشان يعمل لها ريسايكل ويخلصها. اللي بينقل الحكاية دي كلها الـ HDL. توما هو كان عالي يبقى very effective ان كل البقايا بتتشال اول باول تروح للكبد يخلص منها. لو الجود كوليسترول ده الكوليسترول الكويس قل، يبقى طريقه الاعضاء انها تخلص من الكوليسترول بتقل، وبالتالي في خطوره ان هو يبتدي يترسب في الاوعيه الدمويه. فكل ما زاد الجود كوليسترول ده علامه كويسه، مش خطيره قوي طبعا، مش معناها انها هي حمياني من اي حاجه. بنشوف ناس كتير قوي الكوليسترول الكويس بتاعهم عالي ومع ذلك بيجي لهم زبحة، بيجي لهم جلطات، كل ده، فما اقدرش اعتمد بس عليه، لكن هو مؤشر كويس. في لاعب ثالث كتير قوي بنتجاهله، هو من اخطر ما يمكن، هي دهنيات الثلاثية. دهنيات الثلاثية عندها قدرة انها تترسب في الشرايين بنفس كفاءة الكوليسترول الوحش. ايه هي بقى الدهنيات الثلاثية دي؟ بتبقى الترايجليسرايدز، وتبقى عبارة عن مركب كبير العظمة الأساسية فيها جليسرين جليسرول، ومعاه اتاتشت أحماض دهنية، تكون مركب ثلاثة منهم بيعملوا التراي جليسرايدز، وزي ما الاسم بيقول تراي جليسرايدز، جليسرول is the backbone. الدهنيات الثلاثية دي بعكس ما الناس فاكرة، دايما يقولك أنا ما كلش لحمة، بحاول أبقى إنسان نباتي. الدهنيات الثلاثيه دي بتيجي من اكتر من الكاربس، كاربوهيدرات، النشويات، المكرونه، السكر، الحلويات، كل ما كبر الوسط كل ما زادت الدهنيات الثلاثيه. يا ملوش دعوه بالدهنيات، ده هو معينه هو بالظبط. هو هو اسمه ترايجليسرايدز، لكن هو اكشوالي جاي من السكريات. كتير ما يعرفوش ان انا لو كلت السكر كتير الكبد تحوله دهنيات. وتحوله من أسوأ أنواع الدهنيات، يعني أغلبها من البالميتيك أسيد اللي هو زيت النخيل. الكبد يعمله من السكريات، يعني أكلت عسل، كلت خدت فواكه بكثرة قوي، خدت تورت كيكس سويتس، الكبد بيحول جزء منها إلى دهنيات. دهنيات دي فهي جاية من النشويات. وكل برضو ما كبر، في ناس كتير قوي يقولك أنا مش سمين، أنا بس عندي كرش، هو ده هو ده برضو. كل ما كبر الوسط كل ما زادت الدهنيات الثلاثية وبتقل الجود كوليسترول. يعني دايما الكوليسترول الكويس يتخبط على دماغه طول ما الدهنيات الثلاثية تبتدي تعلى. بالظبط. مش كده بس، الناس اللي بتاخد ستاتنز، أدوية تقلل الكوليسترول، الدهنيات الثلاثية بتقلل كفاءة الستاتين بنسبة كبيرة. لا معلش اشرح لنا بقى الحتة دي. يعني احنا بندي أدوية تقلل الكوليسترول، كل أدوية الكوليسترول اللي هي الستاتينز اللي هي أشهر عائلة، اللي هو زي السيمفاستاتين، روزيوفاستاتين، أتورفاستاتين، برافاستاتين، كل عائلة الستاتينز في وجود الدهنيات الثلاثية العالية تشتغل بكفاءة 25% أقل. دي بتعوق حركتها، لانها الدهنيات الثلاثيه ما بتزيد قوي بتخلي الكوليسترول الوحش صغير، ولما يبقى صغير المستقبلات اللي على الكبد اللي الستاتنز بتزودها ما تشوفوش، يعدي تحت الرادار ما يتشافش، فقدرتها انها تقلله بتقل بنسبه 20-25%. طيب يعني طب قول لنا نخفضه ازاي يعني؟ هو طبعا مهم ان انا اعرف انا اخبار الكوليسترول والدهنيات الثلاثيه بتاعتي ايه. لو الدهنيات الثلاثيه عاليه قوي يبقى انا برضو الى حد كبير الحل في ايدي مش في الجينات بتاعتي. يعني اقلل العيش، احنا بنحب العيش الكتير، وكل ما العيش كانت ألياف قليلة كل ما كان أسوأ، يعني العيش الأبيض أسوأ من العيش الأسمر. لو أنا برضو أخد a lot of carbs، يعني أحط في الشاي معلقتين سكر، أكل أحب قوي الموز وهو مستوي، ده مش موز، ده بقى باكل شوكولاتة. فكل ما كان الفاكهة حتى less ripe كل ما كان سكرها وقدرتها على إنها تعلي السكر أقل.
يعني حتى الحاجات الطبيعية، الفواكه يعني والعسل والحاجات دي برضه الواحد بالظبط، يقلل. يعني المودريشن، يعني كل حاجه بالعقل. يعني الفواكه عظيمه جدا لان هي فيها انتي اوكسيدنتس، الانتي اوكسيدنتس اللي هي مضاده للاكسده دي بتحمي الشرايين. لكن لو انا خدت بقى الفاكهه بتاعتي يعني اربع خمس موزات مستويين على الاخر، انا بقول ده بقت حاجه فاكهه، ده ما بقتش فاكهه بقت تورته، بقت باكل شوكولاته. فبالظبط اولا السكر يطلع زي كده كده بالمعنى، يعني حتى مريض السكر يقول انا ما باكلش غير فاكهه. طب كلت ايه فاكهه؟ يقول لك ثلاث موزات بس مستويين، انا بحب الموز مستوي. السكر ما يطلعش كده، لا يطلع كده. واو، واخده بال حضرتك؟ فكل ما الفاكهه جمالها في اليافها، فكل ما كانت الفاكهه مش مستويه قوي، وانا كلت البرتقانايه ما عصرتهاش، لو عصرتها مفيش الياف، السكر يطلع كده. البرتقانه كلتها السكر يطلع كده، فبالتالي انا عندي بنكرياس تاتا تاتا غلبان، لان انا عندي مريض سكر او بري دايابيتيك. عندي قدره، عندي قابليه ان انا اديفلوب سكر، يبقى لازم يعني اديله بالمعلقه على قده، ده يا دوب هيشرق مني، فابديله كميه السكر. مش عايز حاجه زي كده، انا عايز حاجه تطلع بالتدريج يقدر هو يتجاوب معاه. فده مهم قوي طبعا، النشويات الكتير، العيش الكتير والسكر والعسل الزياده، كل الحاجه دي طبعا بتبقى فوق قدره الجسم ان هو ياخد باله منها، فبالتالي الترايجلسرايدز بيتعلى. فمهم قوي اقلل النشويات، المكرونه، البسكوت، الشوكولاته، الحاجات دي كلها بتقلل الدهنيات الثلاثيه. So ده بالنسبة للدهنيات الثلاثية. بالنسبة للكوليسترول طبعا مهم جدا ان انا اكل هيلثي، انا ما بقولش ما تاكلش لحوم، لكن على قد ما تقدر خلي البروتين بتاعك من اصل نباتي، يعني العدس، الفول، النابت، اللوبيا، العدس، كل دي سورسز هايلة من البروتينز اللي لو حطيتها على طبق السلطة بدل ما يقعد في بطني ساعة هيقعد في بطني أربع ساعات وبحس بشبع. مشكلة طبق السلطة ما يقعدش كتير ولاقي نفسي جعان، لكن لو أنا حطيت عليه بينز، كيدني بينز، لو حطيت عليه جاربانزو بينز، حطيت عليه شوية نتس، ألمونز which is very rich in proteins أو والنتس، ألاقي طبق السلطة اتحول ل good source of protein، كلها من أصل نباتي، ما هياش حاجة حيوانية تعلي كوليسترولي، وفي نفس الوقت أنا حاسس إن أنا شبعان فترة أطول. فدي كلها حاجات، فالبروتين اللي بيبقى من أصل نباتي بيبقى كويس قوي. ممكن النتس بتديني دهنيات، ودهنيات مش هتعلي الكوليسترول، بالعكس بتعلي الجود كوليسترول، يعني الكوليسترول الكويس يعلى مع النتس. والنتس أني نتس اللي هي الباين نتس، الصنيبر، اللوز، عين الجمل. ولو الحاجات دي غالية يبقى زي ما بقول another alternative of protein زي الفول، العدس، اللوبيا، أي حاجة زي كده تديني سكة إن أنا أقعد فول بأقل رفع الكوليسترول والدهنيات. السمك بالذات، السمك اللي بنقول عليه هنا cold water fish، العيش في مية باردة زي السالمون أو التونة أو الهاليبوت أو الماكريل. السمكة عبارة عن سورس كويس قوي للدهون وللبروتينات، مدام أنا مش هقعد أقلي كل السمك، يعني برويلت، شوي، كل دي بتبقى good sources of protein. ده جزء اللي هيقلل الكوليسترول بنسبة 10-15%، في بعض الناس 20%. إنما الجينات تلعب دور جزء أكبر في الكوليسترول. وساعات كثير ألاقي عيان المفروض هو عنده القلب ومفروض الكوليسترول الوحش يكون أقل مثلا من 55، ولاقي سك الكوليسترول بتاعه 135، يقول لي ديني فرصة أنا همشي على دايت. أنا عارف إن مهما عمل دايت عمره ما هينزل على 55 ومحتاج علاج. لكن ساعات بتبقى الفكرة ان هو انا بس لا، النظام الغذائي على قد ما هو مهم له قدرة قليلة في تنزيل الكوليسترول، الجينات قدرتها اكبر في ارتفاع الكوليسترول.
طيب عايزين بس نفهم ايه فكره ان يعني ازاي ما ازودش الدهون ان انا اقلل الكاربز والشجر، يعني ايه علاقه الكاربز والشجر بالدهنيات؟ فلو حضرتك تقول لنا اللفه دي بتعمل تاني ال- 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 السكريات الكتير الجسم عايز يخزنها، ما هو مش محتاج كل السكر ده. فبيعمل ايه؟ هو بياخد السكريات دي وجزء منها وعايز يخزنه، هو مش ضامن بكره، ودي الطريقه اللي هو الجسم بيدافع عن نفسه، بيبص لقدام. احسن وسيله للتخزين انه يحولها الفات للدهنيات. ففي حاجه اسمها دي نوفو لايبوجينيسيس، او هي عباره عمليه تغيير في الكبد من مواد سكريه لمواد دهنيه، ويبتدي يخزن الدهنيات. لو احنا فكرنا وما اكلتش سكريات خالص، الجسم مش محتاج للسكريات، الجسم الكبد هيطلع سكر. الكبد محتفظ بحاجة اسمها جلايكوجين، ويقدر يكسر الجلايكوجين لسكر، ويقدر ياخد من الدهنيات يحولها لسكر تاني. يعني قدرة الـ 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 المرونة بتاعت الكبد بطريقة عجيبة جدا. يعني هقول مثال بسيط للناس، لو أنا صحيت وأنا صايم ما كلتش حاجة وقررت أطلع أجري، جو حلو، وجريت 6 ميل، مين اللي بيديني سكر؟ الكبد. فالكبد في فترة الصيام is a giver، هو بيدي معطاء. جيت رجعت البيت هاخد فطار وهكافئ نفسي بفطار كبير، لازم الكبد يخرس خالص انه يطلع، لان انا دلوقتي عندي سكر جاي بالكومة. انا استهلك من 50 ل 70 ل 100 جرام كاربز في الوجبة الواحدة. طب ما هو انا كمية السكر اللي في دمي كله 5 جرام، يعني أنا باخد كمية ضخمة 10 ل 20 مرة كمية السكر اللي جواي. فالكبد يبطل خالص، مش بس كده، يبتدي ياخد من الأكل بتاعي. ولولا الكبد بيعمل كده يبقى بيدي وقت الصيام وبياخد وقت الأكل. حتى البنكرياس بتاعي ما يقدرش على كمية النشويات دي. والكبد الدور بتاعه أنه هو يبقى معطاء في وقت الصيام وآخذ وقت الأكل بسبب حساسيته للإنسولين. أول ما الأكل يبقى قدامي يطلع الإنسولين يخلي الكبد يبطل إنه يدي أي حاجة، ويبتدي ياخد 40% من اللود، يعمل بيه باللود يخزنه تاني للجلايكوجين عشان وقت صيامك هو يديك، والزيادة يروح محولهم دهنيات وراكنهم على جنب. راكنهم بقى في خزان خلايا، خلايا سيلز. الخلايا مفروض تحت الجلد في كل حتة إلا هنا. هنا مش مفروض اخزن ابدا. هنا دول سبورتيف تيشو، يعني الدهنيات اللي هنا دي عشان المعده تبقى في مكانها والقولون يبقى في مكانه ما يتحركش، لكن مش وظيفتهم انهم يخزنوا. عندي خلايا دهنيه في الدراع وفي الرجل تخزن، لكن مش مفروض اخزن دول وازود وابتدي احط في كل حته. اما ابتدي احط في كل حته، ما هو اللي جاي زياده خالص، ابتدي اخزن هنا. دي اخطر ما يمكن بقى. تخزين هنا، هم اساسا مش مؤهلين للتخزين هنا. فما يبتدي يخزنوا هنا يبتدي يحصل عندهم خلل، هما ما بيتكسروش هنا، بيكسباند، فبسرعة كمية الدهنيات تزيد عن قدرة التنفس بتاعت الخلية، تبقى الخلية مخنوقة، تبتدي تحصل التهاب وكرات دم بيضة تروح هناك، ويبقى الجزء ده عبارة عن التهاب باستمرار وبيأثر على الأوعية الدموية وبيخليها ملتهبة هي كمان وهكذا. يا نهار أبيض. طيب كلام يرعب. انا مش قصدي احط ارسم صوره قاتمه، انا بس عايز الناس تبقى واعيه وتعرف. اكيد طبعا. انه الغنى في الاكل سيء جدا، زي بالظبط قله الاكل، فهو في حد ذاته زي المال نيوتريشن، بور نيوتريشن. اكشولي السمنه از ا بور نيوتريشن، از ا مال نيوتريشن فورم، فهي بالتالي شيء مش كويس، زيها زي قله الاكل. طيب ايه اعراض الفاتي ليفر؟ ان في ناس كتير عندها الفاتي ليفر وبتبقاش عارفه، فايه اعراضه، ايه خطورته طبعا، وازاي يتعالج؟ احنا قلنا في الاول ان وجود الدهنيات في المنطقه دي مش كويس. في حاجه نقطه مهمه قوي، ان انا اما انا باكل الانسولين بيطلع عشان ياخد باله من الفطار، وبعد كده مفروض يختفي، ما يطلعش تاني غير وقت الغداء، يطلع 2 ساعة 3 ساعات بالكتير ويختفي، بعد كده وقت الدينر يطلع تاني ويختفي.
ف 18 او 17 ساعه في اليوم انا مش شايف الانسولين، ودي ميزه كبيره، معناها ان كل ما اشوفه انا بستجيب له. لما ابتدي احط دهنيات بالذات في الاماكن اللي هنا اللي هي اساسا مش معدل كده، الجسم يعمل انسولين عشان يحافظ على الدهنيات. ولذلك من اصعب ما يمكن ان الانسان السمين يخس، لانه جسمه طلع كميه انسولين كبيره قوي بتعافر عشان تخزن الدهنيات، وانا بعافر عشان اخس. فلازم ارجع نفسي حساس للانسولين من جديد، وما اخلي الجسم يقلل افرازه. ازاي اعمل كده؟ اعمل عضلات، اعمل العب رياضه. الرياضه والعضلات تستهلك ومش محتاجه انسولين، فيبتدي الجسم يقول ده انا مش محتاج لكل ده، يبتدي يقلله. يعني احنا من مصلحتنا ان الانسولين يبقى قليل في الجسم جدا. أوكي. يطلع بس عند اللزوم، مش معدوم، لا، قابليه البنكرياس موجوده انه يفرز لو محتاج له. لكن طول ما هو هادي ومرتاح انا بستجيب له اول ما اشوفه، بقدره قوي اول ما يظهر. لكن لو هو موجود طول الوقت خلاص انا ما عنديش اي احترام له. فهو اما بخزن كميه كبيره سنه ورا سنه ورا سنه، يبتدي الخلايا اللي شايفاه ليل نهار تقول لك ده يا عم ده زي قلته، فتبتدي تنز احماض دهنيه. من المنطقه دي هتروح فين؟ ده الخطر. اول محطه الكبد، فتروح الكبد بكثافه كبيره. الكبد عارف انها هتضره، هتحرقه، هتولع فيه. هو بيعمل انفلاميشن، نار، فيروح مغلفها ورميها تاني في السيركيوليشن في الدوره الدمويه، تطلع في صوره دهنيات ثلاثيه. الاقي الترايجليسرايد عاليه. فمن ضمن الناس اللي انا بشك ان يكونوا عندهم كبد دهني، الاقي الترايجليسرايد دهنيات الثلاثيه 400 500 600، لكن ما عندوش اعراض. يعني الانسان 90% من الناس ما عندهاش اعراض اتليست في الاول. فبيروح الكبد، وبعد كده اما يزيد عن قدره الكبد على التغليف يبتدي يترستق في الكبد. وبعد ما كان 5% بس من خلايا الكبد ممكن يكون فيها دهنيات، و95 ما فيهاش، الاقيها بقت 20% من خلايا الكبد، 30% فيها دهنيات، 40 50 60، ويبتدي الكبد ينور في الضلمه. يعني ايه ينور في الضلمه؟ يعملوا الترا ساوند يقولوا ذاتس اكوليوسنت. اللي بيعمل الالترا ساوند يقول لك ده الكبد عندك منور في الضلمه. منور في الضلمه يعني ايه؟ يعني كله فات، ذاتس ا فاتي ليفر. ساعات كتير الاقي وظائف الكبد طلعت، وفي ساعات كتير الاقيها طبيعيه خالص. فبالتالي هي حاجه ما بيتحسش بيها، تقعد مده، وفي بعض الناس تبتدي تعمل تليف. بيحصل لاول حاجه اسمها ناش، نان الكوهوليك ستياتو هيباتايتس انفلاميشن. مين اللي بيحصل فيهم انفلاميشن؟ الناس اللي بتبقى مش بس عندهم سمنه، عندهم سمنه وسكر، دول بيبقوا عرضه اكتر ان يحصل التهاب. يبقى كبد دهني وكبد دهني ملتهب، وبعد كده كبد دهني ملتهب ومتليف. وده طبعا بيبقى بيجي بنتائج صعبه، بيعمل دوالي على المريء، ممكن تنزف، ممكن يعمل فشل كبدي، ممكن يعمل طبعا كوارث كتير، يعمل استسقاء، وبتبقى بيحتاج العيان انه يتغير الكبد لانه الكبد باظ. زيه زي بالظبط التهاب الكبدي الوبائي اللي احنا عندنا دلوقتي، التهاب كبدي سي بقى عندنا كيور له. فبالتالي عدد حالات الالتهاب الكبدي سي قل كتير، وابتدت السبب الرئيسي لنقل كبد دلوقتي هو الكبد الدهني المتليف. هو دلوقتي نمره واحد وسط الستات، وفي طريقه انه يبقى نمره واحد among men in the United States. اشمعنى الستات؟ لانه نسبة اللي كان عندهم التهاب كبدي سي والنسبة اللي كان عندهم هيباتيتس من الالكوهوليزم أقل. فبالتالي بسرعة التليف الكبدي من الدهني بقى نمرة واحد، لأن برضو السمنة مع القعدة بعد بعد وقف الدورة الدهنيات كلها، لو في دهنيات زيادة تتخزن كلها في النص. بس يعني كل ده من الاكل، كل ده من زياده الاكل هو والسكر والجينات. الاكل والجينز اتس نوت الاكل بس، ما هو الاكل مع قله الاكتيفيتي. ما هي المشكله بعد الاكل مع الصيام، المخ وكرات الدم الحمراء اكبر اتنين مستهلكين للسكر. يعني 125 جرام من السكر يوميا المخ يستعملهم، 125 جرام بقتنا، يعني بقيه الجسم يستهلك 125 والمخ 125 كل يوم. طيب ده الكلام ده وانا صايم. طب وانا باكل مين اكتر صديق ليا العضلات؟ يعني تلاقي واحد بيلعب اولمبيكس اولمبيك اثليت، بيجري او باسكت بول بلاير،
حطي له قدامه 3000 سعر وجبة 3000 سعر، بقى السكر بتاعه يطلع من 90 ل 110، كمية العضلات الموجودة تروح هبشة الأكل أول بأول، تحرقه، ما فيش حاجة بتستهلكه. يعني احنا استهلكنا بعد ساعة، الانسولين بتاعنا من 0 ل 6 وحدات في صائم، بعد ساعة من الأكل يوصل ل 100. العضلات تستهلك 10 ميلي جرام سكر كل كيلو من وزن عضلات لكل دقيقة، فكل ما زادت كل ما تحرق خلال دقايق تلاقي العضلات استهلكت. طب يعني الستات السكر بقى تروح تعمل عضلات في الجيم ولا ايه؟ العضلات العضلات بتيجي بطريقه معينه في كل حاجه، يعني مجرد ان انا اجري، اطلع سلم، روينج ماشين. في ناس كتير يقول لك انا ركبي تعبانه مش هقدر اكسرسايز. مين قال ان الاكسرسايز دايما لازم يكون لور بادي؟ ما تبقى ابر بادي يا اخي. الويتس مش مهمه في الوزن قد ما الريبيتيشنز، بعمل كام تكرار ممكن اعملها وانا بتفرج على التي في. اولا هتشغل ايديا عن السناكينج، زائد انها اتس جود فور ذا ماسلز. الروينج ماشينز مالها، السويمنج از اميزنج، كل الحديد، يعني ذير از ا فرايتي اوف اكسرسايزز. كان زمان الناس بتمشي ما بتركبش، مفيش اسانسير بيطلع وينزل. دلوقتي الناس ما بتعملش حاجه، كل حاجه على النت، كل حاجه انا باوردر بيتزا، ما بتحركش من مكتبي، ساعات ايميل زميلي اللي في المكتب اللي جنبي. صحيح. ف واتس ذا الترناتيف؟ ما الالترناتيف البديل ان انا اتحرك، طول ما في عضلات بتستهلك بعد الاكل. فتلاقي اللي ما عندوش عضلات بس تلاقي السعرات راح 1000 سعر وجبه، السكر طلع من 90 ل 180. طب ايه الفرق؟ الفرق ان مفيش استهلاك، فبتتكون بسرعه في الدم. طب يعني حضرتك تنصح الرياضه دي مثلا قد ايه في اليوم، في الاسبوع؟ جمعيه السكر الامريكيه بتقول اتليست ذا مينيمم، يعني اضعف الايمان 150 دقيقه في الاسبوع. في الاسبوع moderate to high intensity. انا بقول انه the more you build up the better، لان انت جمعيه السكر الامريكيه ما تعرفش تاريخ اسرتك، بتقول لك اتس ا بيج جنرال لايف كده يعني. لكن انا لو عندي في العيله ماما عندها سكر، طب انا فرصتي اكبر للسكر من لو بابا اللي عنده سكر. طب لو ماما وبابا عندهم سكر ممكن توصل ل 40% فرصتي ثرو ا لايف تايم لسكر. فانا محتاج ان انا اخد الوصيه بتاعت الاي دي اي الامريكان دايبيتي واضربها في 2. واي نوت؟ ما انا ما دام انا خايف قوي من السكر، حط خوفك انتو ورك، let it work for you. يعني اعمل اني، بس المهم الاكسرسايز اللي انت تختار تكون حاجه حاببها. في ناس تشتري تريدميل وبعد بالظبط اسبوع تلاقي معلق عليه البدله، معلق عليه هدوم. بالظبط. لكن if you pick up something you enjoy, it can be swimming, running, basketball, whatever you like to be a long term. العضلات، وزائد بقى نظام الاكل، ان انا ابدل، اخد my proteins from a plant source، اخد my carbs from vegetables with a lot of fibers. كمان مش كل الفيجيتابلز ار فريندلي، يعني الخضار غالبا الاخضر از يور فريند. لو الكورن والكاروتس كان بي فيري سويت، كان هاي ان كاربس. يعني في ناس تبقى عندي عينين سكر مبسوط قوي انه ما بياكلش غير عنب، وعنب كميات عنب طبعا السكر الاي 1 سي بتاعه طلع 3-4 بوينتس بيرسنت. ما السكر اتس فيري ريتش ان شوجر. فحتى الكاروتس، الجزر بالعكس، في سكر. الكورن فيري سويت، احنا عندنا انديانا بلد الكورن، دي هاف فيري سويت كورن. فتلاقي حاطط على السلطه كميه كورن وفرحان قوي انه ماشي على الفيجيتابلز. نو فطبعا برضو كل حاجه عايزه جود جادجمنت، واخد بال حياتك. لكن الكاربس، الفيجيتابلز از ان اكسلنت سورس اوف كاربوهيدراتس، لانها مليانه فايبرز. فايبرز بتلجم السكر، زي ما بقول ما بيطلعش كده، بيطلع بشويش. ده مهم قوي للبنكرياس، بيتعكز بس. مش بس. طيب الكاربز، يعني مثلا لو حد عنده المشكله دي، مثلا فاري ليفر او الدهون عنده عاليه، طب قول لي يعني كميه مثلا الكاربز، العيش مثلا، عشان احنا بنحب العيش والحاجات دي، الكميه تبقى قد ايه مثلا عشان الواحد يبقى؟ هو احنا دايما نقول you can eat carbs as long as معها fibers كتير. بعض الناس ساعات to subtract the carb grams from the fiber grams. إزاي يعني؟ تلاقي nutritional data مثلا في بعض البروجرامز زي Weight Watchers and others يقول لك pure carbs، لو انت عندك مثلا you are eating something that it has
20 grams of fat and you have 35 grams of carbs, the net carbs is 15. And if you have enough fibers that will slow down الامتصاص بتاع بقية الكاربس. فأحلى حاجة موزون فيها الفايبرز مع الكربوهيدرات الفيجيتابلز. كتير ما أقول للعينين بتوعي you like to have a sandwich, انت عايز فكرة الساندويتش. طيب ما تراب your beef and chicken and lettuce. حاجة زي الرومين لاتس أو الايسبرغ لاتس has high fibers. الرومين طبعا أكتر, لكن مجرد أن يغلف البيف أو الشيكين أو البورك اللي أنا باكله بلاتس راب بيديني the same sense أن أنا باكل ساندويتش, لكن بيقلل خالص كمية النشويات اللي بستهلك. لكن لو أنا استعملت مثلا 50 جرام كاربز مرتين في اليوم مع الوجبات الرئيسية وقللته في الوجبة اللي هي مثلا الفطار, خليتها زبادي مع ألمونز مع شوية راسبيري, which الباريز باي ذا واي أقل الفواكه في الكربوهيدرات في النشويات, والراسبيري جوه الباريز اقل في الباريز من اي باري تاني في كميه الكاربس. فمجرد ان احط على الزبادي شويه باريز على المونز, انا حولت الزبادي ده لجود سورس اوف بروتين, وكميه السكر قليله والفايبرز من الـ من الـ من الباريز از ريزونبل, كل ده ومن الالمونز, فايتس ا فيري ويل بالانسد, مش هيديني الشوك السكر على الصبح. كتير قوي ياخدوا حاجه سكريه الصبح, وات هابنز لو هم عندهم بنكرياس سليم, هي اوفر رياكت, سكر وطي. سكر وطي اولا جعت خلال ساعه, ما هو الجسم عايز يدافع عن نفسه. ثانيا انا فيري تايرد, انا ماشي دراجينج ماي فيت, فيري تايرد, هاف نو انرجي ايرلي ان ذا مورنينج. بينما لو خدت بروتين البنكرياس بتاعي ما اضطرش ان هو يطلع جش في انسولين, السكر بتاعي ما اتحرقش, I am very fully concentrating, I'm not tired, I'm actually more alert than usual. الناس اللي بتاخد cereal, sugary cereal على الصبح, they are hungry the rest of the day, they are tired the rest of the day. الناس اللي بتاخد بروتين مش لازم كبيرة, small protein in the morning وكمية كاربز قليلة, they are more actually refreshed. طب اللي بياخد فواكه على الصبح, يعني انا ساعات اخد مثلا one apple او حاجه That's زي. excellent because it has the fibers. It has the peel and the fibers, مش هيطلع السكر كده, ونيوتريشس, والكاربز اللي فيها is good carbs because there are a lot of fibers. فالنت كاربز مش كبيره قوي زي ما باخد مثلا باكو شوكولاته. او احط معلقتين عسل على النسكافيه الصبح. صحيح. طيب ايه رايك حضرتك في الاوت ميل؟ ناس كتيرة تقول لك لا بدل انا مش هاخد عيش بس هاخد اوت ميل لان هيلثي ويعني المفروض كويس للقلب, ويعني الكلام بقى اللي بتسمعه بالميديا ده كويس. الاوت ميل في حد ذاته مش وحش, انما الاوت ميل انا بحط عليه ايه؟ ذاتس ذا بوينت. لو احط عليه شويه راسبيري اند بلو بيريز اند سم نتس بقى وجبه كامله, and it's good source of fibers, good source of protein. ما حدش قال ان الاوت ميل الصبح وحش. هي المشكله في الشوجري سيريال, هو عباره عن سيريال, it's عباره it's a dessert. That's the point. طيب سؤال كمان على الصيام المتقطع. هل ده خطر لما الواحد مثلا يقعد 16 ساعه مثلا, او مثلا anywhere من 10 ل 16 ساعة ما ياكلش, يعني من فترة مثلا بالليل على الساعة 6 يوقف أكل لتاني يوم مثلا الساعة 10-11 الصبح ما ياكلش, هل ده ليه خطر على الجسم إنه مثلا بيزود الإنسولين الحاجات دي كلها, ولا it's okay الواحد يعمل كده؟ هو بالعكس, هو ما بيزودش الإنسولين, هو هو طول ما أنا ما باكلش keep munching الإنسولين مش محتاج يخرج نايم يعني. الحاجة التانية إحنا طبيعة الناس كانت قبل الحضارة وإن الأكل متوافر طول الوقت, ما كانش الإنسان عارف الوجبة التانية جاية إمتى, فساعات كان بيقعد فترة بدون أكل متوافر. فكوني إن أنا أكل بدري ده في حد ذاته ميزة. إحنا دايما نقول للناس ما تاكلش وتنام, صح, لأن لو أنا هاكل وجبة بالذات الناس اللي تبقى في مصر مثلا أو تعبان طول اليوم وكل حاجة بسيطة قوي وبعدين فنجال قهوة الظهر وجاي بالليل جعان جدا وتعبان, ياخد وجبه كبيره ويخش ينام, الجسم ما يعرفش يستعملها وبيخزن ثلاث ارباعها. ده من اكتر الحاجات اللي بتلاقي الوزن وبالذات في النص زادت. لكن اللي بطل اكل الساعه 7 بالليل ويخش السرير الساعه 10 ده في حد ذاته مش وحش. وبعدين هياكل تاني يوم الساعه 11 او 12. الميزه في كده لو عمل كده مرتين في الاسبوع,
لو أنا بقلل أكلي الجسم بيدافع عن نفسه فبيقلل الميتابوليزم، لكن أنا لو حطيت له الخازوق ده مرتين في الأسبوع هو مش عارف. هو أنا أقلل الأكل يبتدي هو يقلل يلاقيه كلت طبيعي اليوم اللي وراء يروح راجع تاني. فأنتي بتفاجئي جسمك. مشكلة الناس اللي بتعمل دايت، تعمل دايت من غير اكسرسايز بس تلاقي خس، لكن الجسم عشان يدافع عن نفسه بعد أسبوع اتنين من الدايت الميتابوليزم قل. جيت أنتي بطلتي دايت هو ما زودش الميتابوليزم الجديد، فتلاقي الخس ده جيند الوزن اللي خسه وفيه شوية زيادة. لكن الانترميتنت فاستنج because it's intermittent your body doesn't know when are you going to stop so he's always surprised. فبالتالي بتبقى effective ولو عملتيها long term it's going to continue to be long term. يعني it's a good thing and then I it's shock not a bad thing. I yes. shock the body It used to be a principle of teaching called smaller snacks throughout the day. لكن ما لقيناش ان ده فعلا effective. لقينا it's more effective actually انك انت to intermittently fast and you can make يعني تقدري تخليها a lifestyle as long as it's twice a week once a week. هو الجسم مش عارف انت ناوي تعملي ايه فبالتالي will remain effective. طب هل بقى خطر لو كل يوم؟ يعني مثلا في اجسام يعني صعبه جدا تخس وانا منهم، يعني انا فعلا عايشه على الموضوع ده. ابطل اكل على الساعه 3 4 بالليل، لو جوعت اكل لي مثلا فاكهه وما اكلش تاني يوم غير مثلا ممكن على الساعه 2. That's not bad. That's not harmful in any way. ما فيش حاجه against it علميا تقول انها harmful. اللي اتقال عليه harmful ال extreme forms of keto that can be harmful. لان انا بشوف ناس يروح للاكستريم كيتو. اولا الكيتو فاري من جسم للتاني. في ناس يقول لك انا هعمل كيتو هنزل الكارب ل 50 جرام في اليوم. في ناس فعلا 50 جرام واقل بس تلاقي الجسم دخل في كيتو ستيت. في ناس لغايه 20 الجسم يخش كيتو ستيت، بالذات الناس اللي تحب تاكل بروتين كتير، لان هو الجسم هيعمل من البروتين some sugars. بيعمل حاجه اسمها gluconeogenesis، بياخد الاحماض الامينيه ويحولها لسكر. فبالتالي انت مش في كيتو ستيت ابدا، لان انت عمال تاكل في بروتين وفاكر ان ده كيتو ستيت. لا، طب اشرح لنا الكيتو الستيت عشان في ناس مش عارفه ايه هو الكيتو ستيت. الكيتو ستيت ده عباره عن ايه؟ هو انت بتحطي الجسم في emergency مود. اول ما بتقل النشويات بكمية وبيبتدي restricted down to really low levels، يعني أخد الكاربز لمثلا 25 جرام في اليوم كاربز، الجسم يبتدي يتحول عايز يعمل. ما هو المخ بيستهلك 125 جرام سكر. هو ما يقدرش يستهلك حاجة تانية، يقدريش تغشيه بحاجة تانية. فبالتالي بيبتدي الجسم يتحول للدهنيات يكسرها ويعمل منها وقود. الكيتو أسيدز القلب يقدر يستعمل كيتو أسيدز، المخ ممكن يستعمل سم وسم the body will form out of it sugar وبالتالي that's a ketotic state it's an emergency state. لكن في نفس من كتر ما بيكسر في البروتين والأحماض الأمينية الباد كوليسترول ممكن يعلى. أنا شفت LDL بيطلع من 58 ل 250 و350. في حالات reported في National Lipid Association NLA عايزين يدرسوها، لانها بيجي الحاله بكوليسترول مرتفع لدرجه انه يشبه بالظبط الحالات اللي هي جيناتيك الفاميليال هايبر كوليسترولين. ودي بالنسبه لنا دايلاما ايه اللي بيحصل. ففي بعض الناس احنا مش عارفين ليه في بعض الناس الكوليسترول يعلى بالمئات وده في منتهى الخطوره. فدايما نقول للناس الكيتو ستيت ده ممكن to just a jump start. انت عايز تبتدي ممكن اسبوعين ثلاثة على ketotic diet وبعد كده try to maintain the weight loss وانك انت تبتدي to eat healthy to try to liberate شوية الكاربز، تزود الكاربز mainly from vegetables لان الvegetables is the best balanced carbs. It comes with its fibers in one package. فبنقول لهم من الketotic state go for a healthy carbs. العلم أثبت أن الميديترينيان دايت أحسن دايت for the cardiovascular health. يعني a lot of studies show the Mediterranean diet النتس الفيش الكاربز
كل ده it's wonderful for the heart and the blood vessels. طب جميل جميل. عشان في ناس بتبقى مبسوطة قوي بالكيتو دايت، تقولك ده الدايت الوحيد اللي أنا خسيت عليه وبيحبوه، لأن طبعا في فات كتير وفي بروتين كتير. هي نقطة الفات الكتير. هي في ناس تفتح البوابة على بروتين كتير وتقول أنا كيتو يبقى أنا أكل زي ما أنا عايز فراخ ولحمة وبتاع. لا، هو أنت جزء كبير من ده جسم هيحاول يعمل حاجة، ما هو لازم يدافع نفسه. فهو it's not really a good ketotic state. That's not a keto diet. الإيمرجنسي دي جسم بيخرج منها، لكن ممكن تبقى a good jump start to a healthier lifestyle. ممكن يعني بس مدة قصيرة زي ما حضرتك قلت، مثلا أسبوعين ثلاثة حاجة. طيب أنا عايزة أتنقل للديابيتس أو الشجر، في أي حاجة حضرتك تحب تقولها على الدهنيات أو ديبتس؟ أوكي. طيب احنا طبعا شايفين دلوقتي للأسف أن السكر يعني يقول مرض خطير دلوقتي ومرض العصر، وحتى طبعا زي ما حضرتك قلت شايفين حتى الأطفال دلوقتي بقى ابتدى يجي لهم السكر. فياريت حضرتك تعرفنا إيه هو السكر ده، مرض السكر. هو السكر طبعا نتيجة العيب الأساسي إن البنكرياس بيطلع إنسولين بس بكفاءة محدودة. يعني هو قدراته، هو طبعا البنكرياس قوي جدا كعضو، لكن في بعض الأسر وفي بعض الجينات بيبقى مولود بكفاءة على إيده على قده. لو أنا أكلي وطريقة اللايف ستايل بتاعتي هيلثي وما حملتش عليه فوق قدرته، أعيش عمري برغم كفاءته القليلة ما عنديش سكر. لكن لو أنا تحديته وضغطت عليه ما بيكملش معايا، بيقع في نص السكر. إزاي؟ الإنسولين زي ما قلت في الأول هو مفروض يخرج مع الميل، مع الفطار، مع الغداء، مع العشاء، وبيختفي بقية الوقت. ده في حد ذاته نعمة على البنكرياس، منها الجسم حساس قوي، أول ما بيشوفه بيرحب بيه، وفي نفس الوقت هو مقضي الوجبات. أما ما ابتدي أنا أستهلك كمية سعرات كبيرة قوي ونشويات كتيرة قوي وسكريات كتيرة قوي وحركتي قليلة، فما فيش عضلات بتساعد الراجل ده تتخلص من السكر. فأنا دلوقتي بقى احتياجي له 24 ساعة في 7 أيام في الأسبوع. ليه؟ عمال أخزن. والإنسولين عبارة عن هرمون لتخزين الدهنيات، يعني مش بس بيستهلك السكريات وقت الأكل، لا، لما ابتدي اخزن انا مطلوب اخليه حارس، ولو اختفى او مشي الخلية تبتدي تفرغ الحمل. فكل ما بحط دهنيات كل ما باخد انسولين زيادة، فالاقي البنكرياس اللي مفروض يطلع مثلا 20 وحدة الصبح، 30 وحدة الظهر، 50 وحدة بالليل، بيطلع 20 كل ساعة، 30 كل ساعة. وبعد مرور الوقت، لان الـ30 ما بقوش مؤثرين، بيعمل 60 و70 و80 و100 كل ساعة. فبيجيله وقت ومش قادر. فأنا جيت كلت وجبة والوجبة محتاجة 100 وحدة إنسولين، ما يقدرش. أبص ألاقي السكر يبتدي يعلى ساعة بعد الأكل، يعدي 200، وده اللي تعريف السكر بعد الأكل. يعني أنا لو عملت عينة ولقيت السكر 250 ده عنده سكر. طيب أنا ما بحسش بيه. وقلنا إن ساعات الناس ما بين حدوث مرض السكر واكتشافه في أمريكا ممكن يعدي 10 ل 12 سنة. يعني مالوش أعراض خالص، الناس ما عندهاش سكر، أعراض بسيطة، ممكن يبقى بعد الأكل حاسس بخمول، عايز ينام، السكر 250 300 و350 بعد الأكل، ما يعرفش. ممكن يكون بيقوم مرتين بالليل يتبول، يعني ما بياخدش في باله. يروح يقدم على وظيفة أو يعمل اختبار لأي سبب، يقولوا ده انت السكر ساين بتاعك 150، المفروض ما يعديش 125. يعني اول ما يبقى 126 او اكتر بنقول ده سكر. طب ايه الاعراض؟ ما كانش في اعراض. امتى تظهر الاعراض؟ ما يعلى قوي قوي لدرجه ان هو يبتدي يتبول على طول على طول وعطشان. وده بيحصل امتى؟ بيبقى سكره 200 210 لغايه ما يجي له انفكشن، ممكن قوي التهاب في المثانه، ممكن قوي درس سوس. كتير قوي مرضى السكر اللي يكتشفهم دكتور السنان يلاقي فيه مشاكل في اللسة كتيرة قوي. صحيح. يقول له انت عندك سكر؟ يقول له لا. يقول له روح حلل، يلاقي عنده سكر.
فتبتدي تأثر على كل حاجة. فالإنفكشن ده يزود قوي كمية الاحتياج لإنسولين، والبنكرياس مش قادر، ده هو مشدود على الآخر في الوقت اللي هو ما بيأكلش فيه، فأنت كمان لما بتطلبي منه زيادة بيسلم. ساعات واحد يبقى جاي عنده روماتيزم يدوله كورتيزون، فجأة البنكرياس اللي مشدود على الآخر ده الكورتيزون خلى فيه مناعة زيادة للإنسولين، فمحتاج أكتر، مش قادر البنكرياس يدي الأكتر ده، فالسكر يعلى قوي، يتبص لقى يتبول كتير، عمال عطشان على طول، حد يقول له طب حل السكر ايه 300 400 500، واخد بالك؟ فطبعا ده اللي بيخلينا نكتشفه، اللي هي وامتى تظهر الاعراض الشديده دي؟ اما بيبقى الريلاتيف ديفيشنسي، يعني الانسولين يا اما المناعه زادت قوي ضده بسبب كورتيزون، بسبب انفكشن، او الحالات اللي هي تايب 1 اللي فجأة يحصل فيرال انفكشن في طفل صغير، واوتو اميون بروسيس ان الجسم كون مضادات ضد البنكرياس، ضد بيتا سيلز، فبتاقي ده يدمر البنكرياس في وقت قياسي، السكر انعد، الانسولين تقريبا انعدم، فيظهر باعراض كيتوسيس اللي هي كيتو اسيدوزي، يعني بتبقى ممكن يخش في غيبوبة، يبتدي يتبول، يجيله جفاف، فبنكتشف السكر. بس دي مش الحالة اللي بنكتشف فيها النوع التاني، معظم حالات النوع التاني بتبقى very subtle، زي تحت الرادار كده، معدية 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 لغاية ما تكتشف سنين بعد ما بتحصل. طب الأسباب، أسباب السكر يعني اللي بتيجي للناس، يعني طبعا مش هتكلم على الناس اللي هي عندهم مثلا family history وطبعا حاجة منها، لكن الشخص العادي اللي يفاجئ أنه هو مثلا يجيله سكر، يعني في ساعات يقول إيه، أنا زعلت جالي سكر، أو أنا ده كلام ده صحيح فعلا؟ ممكن الزعل يجيب السكر؟ ما هو احنا قلنا عن الكورتيزون، ما هو الكورتيزون ده إيه؟ ما أنا لو أنا جيت اديت العيان عنده أرثرايتس جرعة كورتيزون لمدة أسبوع 10 أيام، الكورتيزون بيكشف ضعف البنكرياس، مفيش هيلثي بنكرياس تماما 100% الكورتيزون هيخليه يعمل يبقى عنده سكر. فغالبية الناس دي بتبقى عندها استعداد، ممكن فاميلي هيستوري، مش لازم إيميديت فاميلي، يعني ممكن مش لازم الأب والأم، ممكن يكون الجد، ممكن يكون عم من الأمام، عمنا، يعني مش لازم يكون first degree relative، فهو already البنكرياس not 100%، ومع الاسترس زعل قوي ومش عارف ينام. وانا لو انا ما نمتش الكورتيزون بتاعي ما بيقفلش، انا بقفله بالليل. الناس اللي عندها sleep apnea ما بتقفلش الكورتيزون، ولذلك بتوع sleep apnea ضغطهم عالي، وبتوع sleep apnea ممكن يجيلهم سكر ويتخنوا، لان هو كمان الكورتيزون بيزود الشهية، هو الكورتيزون ده اقفله، لما بقفلوش بالليل انا هو شغال 24 ساعه، فهو بيعادي الانسولين، فالانسولين بعد ما كان طلع 10 وحدات عايز يطلع 30، طب ما هو لو هو ضعيف مش عارف يطلعه هيسلم نمر، اهو ده سكر. ما هو ده اللي بيحصل. فهو الفكره ان هو دي امراض من الامراض اللي حضرتك تسالي عنها، ايه اللي الامراض اللي بتقعد تعمل سكر. لو انا عندي اوبستراكتيف سليب ابنيا وما بعالجهاش، في ناس كتير قوي يبقى عارف انه عنده اوبستراكتيف سليب، اولا هيز وايف مراته بتقوله انت بتشخر بقى له 10 سنين، هو ما سمعش، وبعد كده عمل سليب ستادي وطلع عنده obstructive sleep apnea 1 in 10 بيستعمل السيباب، وبقيت الوقت يقولك انا بتخنقني. انت لازم تبتدي تتعود عليه، لانك انت لو ما تعودش عليه انت ما بتنامش، وبالتالي انا قاعد في السرير 10 ساعات بس ما ارتحتش، لان ربنا خلق فينا كل 90 دقيقة بنخش في شلل كامل، العضلات تخش في شلل كامل، لو ما حصلش الشلل الكامل ده كل دورة أنا ما حسش إن أنا well rested. فأنا أول ما ابتدي أخش في deeper sleep، لو أنا عندي obstructive sleep apnea، أول ما الإكسوجين يقل يروح المخ مطلعني تاني من deep phase، فما بخشهاش أبدا، فبقعد 8 ساعات في السرير أنا ما ارتحتش. فده من ضمن الأسباب اللي عندها إرهاق باستمرار، يعني من ضمن الأسئلة اللي حضرتك كنت حطها في البرومو في الأول، الإرهاق sleep apnea is a big thing، الضغط العالي ساعات ضغط، ناس ما ضغطها ما يتظبطش غير لو انا خدت السيباب، الصداع الصبح نتيجه الاوبستراكتيف سليب ابنيا، ده عشان نقص الاكسجين يعني في المخ، ما هو نقص الاكسجين، ما هو انا ما بنام، انا بيحصل ان الاكسجين بيقل وانا نايم، بس بقدر معين،
اما الجسم بيخش في كومبليت باراليسيس، دي اكتر حاجه تريح الجسم. يعني هو السليب نفسه شيء عظيم قوي، يعني الله اللي قرر للناس يبقى في يوم راحه هو اللي عمل السليب عشان نرتاح. والسليب نفسه علم كبير، فمن ضمن الفيزز اوف سليب الديب سليب احنا بنخش في كومبليت باراليسيس. كتير ناس تقولك ايه، انا جالي حلم وعايز اصرخ صوتي مش طالع، عايز اجري مش عارف اجري، انا مشلول. That's a form of deep sleep اللي بتحصل فيه الاحلام. It's a total paralytic stage. هو الكوابيس بقى. ما هو الكابوس ده مجرد manifestation of what happens during this phase. انما الفيز نفسها it's a healthy phase. ده شيء مهم ان انا بحس ان انا مرتاح. ان انا العضلات بت go into a complete phase of this paralysis. فأنا اليوم السليب بيبقى restful sleep. الناس اللي عندهم obstruction sleep apnea الثمان ساعات اللي بيقضوها it's not restful، وبالتالي مرهق طول اليوم ونعسان. انت لو سبتيه مع جورنان تلاقيه وقع، وجورنان وقع وهو نايم. وفي ناس للأسف بيناموا هم سايقين وبيعمل حوادث. في ناس يقولك أنا لازم أركن وإلا بنعس مش عارف أقاوم. ده معناه أنه ما نامش كويس. طب ما نامش كويس ليه؟ أعراض من الأعراض السباوس تقولك ان هو ايه بيشخر وبيوقف نفسه ثواني. ده عنده obstructive sleep apnea and he needs. والمشكله ان الobstructive sleep apnea بتزيد قوي مع السمنه. طبعا في ناس وزنهم ideal وعندهم sleep apnea، لكن الاكثريه بيبقوا overweight وعندهم sleep apnea. فدي جزء بسبب الارهاق، وبيعمل مناعه للانسولين وبيزود الضغط. الانسولين العالي قوي اللي موجود كتير ده بيحوش ميه. في ناس كتير قوي ما تعرفش ان الانسولين العالي اما يروح للكلى، الكلى مش واخد على الانسولين الكتير ده، فاما بتشوفه بتروح ماسكه الصوديوم مش خليه ينزل، فالجسم يحتفظ بالصوديوم بالملح، والملح عشان ما يعلاش الصوديوم في الجسم الجسم يروح محوش ميه، يوم الضغط يعلى. بيحوش كمان حمض البوليك يوريك اسيد فيعمل نقرس. زمان كانوا بيقولوا الملوك عندهم نقرس يسموه مرض الملوك. كانوا فاكرين عشان الملوك بياكلوا لحمه، ده مش صحيح، لان من 500-600 سنه ما كانش فيه سمنه غير وسط الملوك. كان عندهم الميتابوليك سيندروم، كان عندهم مناعه للانسولين، كانوا عندهم سكر او بري سكر والانسولين عالي وبيحوش يوريك اسيد، عشان كده بيجي لهم نقرس. عشان كده سموه ده الملوك، ملوش اي علاقه باكل اللحم. واو. طيب برضو اللي بيحصل له ارهاق ده، يعني او مرهق وملوش نفس يعمل حاجه، طب ايه اللي دخل مثلا ان هو ملوش نفس يعمل حاجه، وان هو ممكن يتخن في موضوع مثلا ان هو ما بيجيلوش اكسجين اناف للمخ وبيبقى تعبان او نعسان، يعني ايه العلاقه بينهم؟ هو التعب عموما، الارهاق باستمرار وما فيش طاقه ما فيش راحه، الانسان بيبقى مكتئب كمان، لانه انا بحس ان انا مش قادر اعمل حاجه. يعني انا كانسان نفسي اعمل واخرج مع عيالي مع اسرتي، حاسس في حاجه في الجراج عايز ارتبها مش قادر، باجي من الشغل كومبليتلي وورن اوت، كل دي حاجه تضايق وممكن تعمل ديبرشن وبيخش في سايكل. في حاجه تانية مهمه ولازم نلمس عليها، ان هي التستوستيرون اما يبقى واطي، هرمون الذكوره، ده بيضيع العضلات. يعني هو التستوستيرون ده شيء اساسي قوي لللين ماسل والماسل سترينث والماسل ماس. احنا قلنا ان اكبر صديق لك بعد الاكل هو العضلات، فالناس اللي عندها تستوستيرون الهرمون واطي كميه العضلات بتقل قوي. سبب من اسباب ان السكر بيزيد في السن المتقدم، يعني الناس لما تكبر السكر يقولك انا ابويا عنده سكر بس هو ما ظهرش لما بقى عنده 70 سنه او 60 سنه او 65 سنه. صحيح. هو التستوستيرون بيقل بنسبه 1.8% كل سنه بعد سن 38-39. اما بيقل التستوستيرون بيقل الماسل ماس، بنسميها الساركوبينيا او ان الالياف العضليه بتقل. ودي من احسن الاصدقاء ضد مرض السكر. فانا ما بتقل العضلات، لو انا عندي قابليه للسكر يبتدي يظهر. معظم حالات اللي بندور فيها على لو تستوستيرون هم اللي عندهم ميد سكشن، لان جزء من التستوستيرون بيتحول لايستروجين.
يعني جزء صغير قوي من التستوستيرون بيتحول لهرمون الايستروجين، وده مهم لعظم الراجل وعظم الست. يعني الايستروجين بتاع الست والجزء بتاع التستوستيرون بيتحول لايستروجين مهم لعظم الراجل. مش حاجه مهمه قوي، الايستروجين مهم قوي لانه يبعد الدهنيات عن النص. برضو الجزء اللي في التستوستيرون اللي بيتحول لايستروجين بيمنع الدهنيات انها تتكون في النص للراجل. وبالتالي الراجل اللي بيبقى عنده كرش كبير قوي من الناس، ما بقولش كل حد بس في عدد كبير منهم بيبقى التستوستيرون ممكن يكون قليل. فدول الناس اللي عندهم بري دايابيتس ما قبل السكر، الناس اللي عندهم سمنه في النص، الناس اللي عندها ارهاق باستمرار، دول اللي بنروح نروح وتشيك ذا تستوستيرون. وحالات كثيره قوي اما بيبقى التستوستيرون واطي ونعوضه الانسولين يرجع تاني حساسيته للطبيعي، ولو عنده بري دايابيتس يروح يعني ما قبل السكر، ولو عنده سكر يتحسن. شفنا ده في ترايلز كتير قوي فده سبب من اسباب الارهاق، الديبرشن، عدم النوم الكويس، بالظبط زي ما ست بتخش في المينوبوز وبيجي لها مود سوينجز، بيجي لها poor sleep quality، السليب ما بيبقاش كويس. That's what exactly happens in men. بس الرجالة بيبقى less likely to complain أو إنهم you point that out. يعني دايما يعني لازم as a physician you just have to stir this up. يعني أنت لازم تشك فيها وتسأله تسأله يعني. What's going on with just طب هالحاجات دي كلها بتبان في البلد تست يعني التستوستيرون طبعا بس بيبان. لازم check it from أولا check it fasting لان لو انا خدت كميه كاربس سكر الصبح التستوستيرون يقع. فلازم يبقى فاستنج. يستحسن ما يكونش عيان يعني او فاكسينيتد ريسنتلي. فمثلا لو كان ريكفرينج من دور فلو استنى، لو خد فاكسين استنى، وبعتمدش ابدا على تحليل واحد. يعني لو التستوستيرون لو بتشيك ات 2 اور 3 ويكس ليتر وبنشكت مع حاجات تانية وبنعمل حاجة اسمها calculated testosterone وساعتها بنقرر نريبليس ات. وفي a lot of يعني في حاجات كثيرة قوي نقدر نريبليس ات، بس دايما الريبليسمنت اللي يكون للي عندهم فعلا deficiency. مش بس كده، انا بشك في الاعراض وباثبت فعلا بالتحليل انه التستوستيرون low more than once، وبعد كده بديهم treatment trial for 6 months. لو الاعراض ما راحتش بوقف التستوستيرون وادور على سبب تاني ليه موجود الارهاق. فهو عباره عن تريات، ثلاث حاجات: اعراض موجوده اثبت ان فعلا التستوستيرون واطي، واديله علاج لمده 6 شهور واشوف ايه اخبار الاعراض. طيب ده بالنسبه للراجل مثلا لو طيب. بيشخر بالليل ما بينامش كده. طب بالنسبه للست ايه ممكن برضو يكون ارهاق ليها؟ يعني لو هي بتعمل شغلها العادي، مش بتكلم طبعا تشتغل الصبح وتربي الاولاد وتذاكر لهم وتوديهم هنا، يعني الارهاق اللي هو الفيزيكال. لكن واحده قاعده في البيت مثلا ودايما تعبانه ودايما نعسانه وبتتخن ومش لهاش نفس تعمل اي حاجه، طبعا مش ديبرشن يعني، بس طب ايه برضو ممكن يكون اسبابه؟ يعني اسباب كتير ممكن قوي يكون النوم، ممكن قوي يكون ممكن نمش. يكون النوم، ممكن يكون المينوبوز. للاسف الويمن هيلث انيشيتيف اللي هي البيج ستادي اللي هي اتنشرت وقالت ان الهرمونات دي وحشه قوي وبتعمل كذا كذا، للاسف اتس ا بيج ستادي اتس ات كوست اس 690 مليون تو جيف اس اول ذا رونج انسرز. واو، يعني ات واز فيري بورلي ديزايند واتعملت في وسط سن متاخر قوي عن المينوبوز. عملوا المتوسط الايدج كان 63، مينوبوز بيحصل في سن 50 51، فاستنينا 11 سنه عشان نديهم ايستروجين. الايستروجين اللي اتعطى الجزء كبير منهم كانوا سموكرز. فللاسف الشديد ناس كتير قوي ضد الايستروجين ريبليسمنت. الناس اللي هو جالها مينوبوز and they are suffering and عندهم اعراض من المينوبوز they have to be on estrogen replacement، لأنه ده هيحسن الكواليتي اوف سليب، هيحسن الانسولين سنسيتيفيتي، هيبعد تخزين الدهنيات من الميد سكشن. النقطة مهمة قوي اني اديهم الاستروجين ازاي. لو لسه في رحم بدي معاه بروجستيرون، حتى باتش كومبو باتش ممكن،
اللي ما عندهمش الرحم بدي استروجين بس. والديتا على البريست كانسر از فيري سيف، يعني اتس نوت از باد از وي ثوت، يعني خالص. ما احنا عندنا فعلا البرسبشن ده ان الاستروجين ممكن يكوز كانسر. لا ذاتس نوت ترو، بالذات الاستروجين الون. الاستروجين الون از اكشوالي دازنت كوز كانسر للاسف الشديد. لازم الحاجات دي تبقى مور ريفايند. مش بس كده، مهم قوي اني اعرف تاريخ المرض بتاع العيان بتاعي. وبالعكس الاستروجين في العيان المظبوط is very helpful للانسولين سنسيتيفيتي، helpful للكواليتي اوف سليب، للمود سوينجز، كل ده. الحاجه الثانيه اللي ممكن تكون سبب الارهاق انه برضو السليب، ممكن قوي كتير قوي من الستات عندهم سليب ابنيا. كتير قوي منهم برضو قاعدين في البيت ما فيش اي نوع من الاكتيفيتي. و يعني the best way to gain weight is staying at home. يعني احنا شفنا ناس الوزن بتاعها زاد قوي قوي لمجرد الكوفيد. الناس استنت في البيوت كلنا الحقيقة، يعني people just the weight exploded. فانا عايز اقول يعني قاعدة البيت نفسها مش في حد ذاتها حاجة healthy يعني. وبرضو joining some form of an exercise, a gym, any form of activities to get them out. ممكن المشي يبقى enough طبعًا. يعني بس انا عشان اقول يعني انا هنا المشي مش معناه strolling in the park، يعني انا عايز اقول power walking طبعا it's good to go upstairs but avoid going downstairs. يعني going upstairs is good for your muscles، انما تنزلي تحت السلم it's bad for your knees. يعني اقولهم طلعوا السلم بس انزلوا في الاسانسير. يعني الاكتيفيتيز كان بي a lot of activities. مش بس كده، ده كويس قوي لعظمهم. لمجرد انه ما بيحصل المينوبوز والاستروجين بيتسحب من الجسم، كتير قوي بالعظم بيجي لهم هشاشه في العظم. الهشاشه دي جزء منها قله المسلز، لان وجود المسلز بتبول على العظم، بتنشط الاوستيوبلاست الخلايا اللي بتعمل بون. فالاكتيفيتي مهمه لعظمهم، مهمه للكواليتي اوف سليب، مهمه لحساسيه الانسولين. برضو النشويات، يعني كتير من الاسر المصريه قاعده في البيت بتطبخ بقى مكرونه بالبشاميل، كوسه بالبشاميل، هم هايلين ودي حاجات جميله. ما حدش يعني لكن في نفس الوقت كميه الفات وكميه النشويات اللي فيها بتاذيها وبتاذي طبعا الفاميلي. فطبعا يعني ممكن تبقى اللايف ستايل something العيلة كلها بتأدابت and it makes a difference. طيب انا عايز اخلص بس جزئية السكر، وعايز ارجع لحكاية الكالسيوم، زي يعني قد ايه الواحد المفروض ياخد كالسيوم، والستات والحاجات دي كلها. طيب بالنسبة بقى، طب اعمل يعني دلوقتي لقيت عندي مثلا ابتداء سكر pre-diabetic. Yes. ايه next step، ايه المفروض اعمله؟ هو كتير قوي بيبقى الهيموجلوبين التراكمي 6.2 6.3، احنا بنقول سكر بيبقى 6.5 او اكتر. فطبعا دي انذار، بالذات لو في family history. اكتر حاجه هتمنع ده ان انا اخس. ولو انا خسيت بدون رياضه، خسيت بالدايت، هخس بس التضاريس لسه بايظه. يعني ايه في ناس كتير قوي بتلاقي، بالذات في ناس بنسميهم the skinny fat، بنشوفها بالذات في الناس اللي جايين من بنجلاديش والهند وباكستان، تلاقي الايد والرجل رفيعين وكل حاجه هنا. ده بنسميه skinny fat، اعلى نسبه سكر، يعني من اعلى نسبه السكر في العالم، لدرجه ان جمعيه القلب الامريكيه بتعتبر الساوث ايست انديانز ريس ريسك فاكتور. واو. ونقول البي ام اي، البي ام اي لا يعني شيء، لانه ما بيعنيش الديستريبيوشن. الامريكان دايابيتس اسوسيشن بتبتدي تسكرين سكر في الساوث ايست ايجنز، الناس اللي جايه من ساوث ايست ايجيا، في بي ام اي اوف 23. واو. which is not obesity خالص. يعني anyway، فاحنا مهم قوي الدايت. طبعا لو انا لقيت الهيموجلوبين A1C by 6.2، ما فيش حاجة اسمها عيش، ما فيش حاجة اسمها رز، ما فيش حاجة اسمها آيس كريم كل ليلة. ده لازم يخس ويخس بسرعة. لو أنا ما عملتش رياضة بالإضافة لده، التضاريس زي ما هي، أنا بخس، لكن أنا زي ما الجزء اللي في النص لسه زي ما هو. لو أنا عملت رياضة، الجسم في منتهى الذكاء وعارف إيه الخلايا الدهنية اللي هتموته، فيخلص منها الأول.
يعني هو بيجو افتر الخلايا الدهنيه يعني. في ناس كتير قوي يعمل اكسرسايز ويجي لي بعد شهر فيري فرستريتد يقول لي انا وزني، انت قلت لي اعمل دايت واكسرسايز وانا وزني 2 باوند زياده. بقول له العضلات توزن اكتر، ايه اخبار وسطك؟ يقول لي انا اضطريت احط خرم زياده في الحزام، وسطي صغر انش اور 2 انشز. ده معناه ايه؟ معناه ان الجسم تخلص من الفات، خلص من الفات، فالكونفيجوريشن ابتدى يتغير، التضاريس البايظه اتحسنت رغم ان انا لسه الوزن زايد المسلس بتوزن اكتر طبعا، والمسل ماس هو اللي بيستهلك سكر. فانا ماشي صح، فاستهلك سكر وبقى يعمل اقل دهنيات في النص، فانا ماشي صح. انا بريفرس ذا سايكل، ذاتس رايت. فاحنا دايما نقول الدايت وذا اكسرسايز، وات اكسرسايز، وات ايفر يو انجوي. في حاجه بقولها للعيانين، الريزيستنس اكسرسايز، ان انا اشيل ويتس، بتحسن المناعة ضد الإنسولين بنسبة أقل، بس long lasting، تقعد 8-9-10 أيام. أما بعمل إيرابيكس، أتنطط في مكاني أو أطلع أجري، بتحسن المناعة ضد الإنسولين جامد قوي، بس short lived، تقعد 24 ساعة 48 ساعة. فأنا لو أنا بجري ما أقدرش أوقف، لازم أعملها كل يوم other مثلاً يوم مثلا every other يوم أو 4 times or 5 times a week. لكن ان انا اعمل اكسرسايز ريزيستنس ممكن اعملها وانس ا ويك. فانا لازم الاكسرسايز بتاعي يبقى متشكل. ممكن اجري 3 مرات في الاسبوع واعمل ويت ليفتنج وانس اور توايس، ده يبقى متكامل. ومش لازم هيفي ويت، ات كان بي لايت ويتس، لكن الريبيتيشنز يعني بدل ما اعمل 30 اعمل 60، ممكن اوي ب 5 باوند 6 باوند بالنسبه للفيميلز 2 اور 3 باوند. الريبيتيشنز ميك ا ديفرنس. بالظبط. واو. طيب طبعا يعني اللي عنده بقى سكر والجامد بقى لازم طبعا ياخد أدوية مع الدايت مع الاكسرسايز، مظبوط؟ مظبوط. بالنسبة للأدوية، زمان كنا بندي أدوية تعمل إنسولين. الأدوية التراديشنال، الجليبيزايد والجلايبيورايد والأدوية دي، انت عبارة عن ايه؟ بنكرياس أساسا قرب يقع، أنا جبت له كورباج وعمالة لأسمع فيه ويقولك don't flog dead horses. بالظبط. فكل الترند دلوقتي في الأدوية how to help this guy up، يعني إزاي أنا حسن شغل الإنسولين في الخارج، إن أنا بقى مستجيب له أكتر. فأخليه بدل ما هو مستنهك يبتدي يسترد عافيته. فمعظم الأدوية دلوقتي، الأدوية الجديدة، يعني في ناس سمعت عن دواء زي الأوزمبيك مثلا اللي هو الجي ال بي 1 ريسبتور اجونست، دي مجموعه من الادويه اللي بتعمله هو هرمون كان اساسا موجود عندنا بيساعد الانسولين، وبيطلع مع الاكل يسهل الانسولين، يمهد له، يخلي الكبد اللي كان عمال يدي في الصايم يخرس خالص، فيبتدي يبطل يضيف سكر والاكل اوريدي موجود. يخلي المعدة تسلو داون، يعني يشوف السكر عمال يزيد في الدم يقول للمعدة بطئي شوي بطئي شوي لغاية ما أقدر أخلص من ده، أنا عندي بانكرياس بيعرق استهدي بالله لغاية ما ينزل السكر، فيروح ملجم المعدة، يقوم البانكرياس يقدر يشتغل. في الأول كان overwhelmed، المعدة عمالة تفضي وهو مش ملح مش قادر. فهو دلوقتي أنا بلجمها، الهرمون ده يلجم المعدة ويروح لمراكز الشبع وينشطهم. فبص الاقي اما باخد الحقنه دي بيبقى عندي شبع، معدتي حاسس انها مش محتاجه، ما بتفضيش لانها واقفه. عشان كده نبتدي بطيء ونزود بالتدريج، لان لو اديت جرعه كبيره من الاول العيان يبقى عايز يرجع. فببتدي فيري سلو، فبتدي الناس بتاكل اقل، تشبع بسرعه، والانسولين مش مرهق. بدل ما انا كنت زمان بلسوع البنكرياس بان انا اخليه اديله دواء يعمل انسولين زياده، طب ما انا الانسولين اوريدي زايد والناس ما بتعبروش. فانا عايز ريفرس السايكل، فبدي دلوقتي حاجه تساعد الانسولين على الشغل، بلجم الكبد ولجم المعده ولجم الشهيه. فده الاوزمبيك، وعشان كده الناس بتخس. طب ايه رايك في الاوزمبيك؟ يعني في دلوقتي بقى اي يوز ات ا لوت، انا شفت ناس كتير قوي بيستعملوه دلوقتي. اتس افكتيف، بس هو تو ذا رايت بيشنتس، يعني ما جيش واحد رفيع قوي ودي له اوزمبيك، ما هو ساعات بيبقى موضه الاوزمبيك، مش ده. لكن الناس اللي هي
سبب الفشل البنكرياس ان هو برك، ان هو السمنه الزياده والانسولين الكتير قوي. ده رائع، ده رائع طبعا، لان انا بقلل خالص شغل البنكرياس 24 ساعه، هو مشدود على الاخر، فانا بديله راحه، بديله بريك وبساعده. الجي ال بي 1 كويس قوي، في حاجه اسمها اس جي ال تي 2، دول ايه؟ بيفتحوا يا نبيع الغمر، يعني ايه؟ السكر بيعلى قوي في الدم، فاروح انا فاتح الكلى على الاخر، بتلاقي كل السكر ده نازل في البول. فده برضو it's another good group of drugs، ما بتنفعش كل الناس، لكن لقيناها انها مفيدة جدا للقلب، مفيدة جدا للكبد وللكلى، بتقلل الكبد الدهني. الأوزمبيك بيقلل الكبد الدهني. في حاجة تانية جديدة اسمها مونجارو، وده عبارة عن اتنين هرمونز مش واحد، يعني أوزمبيك اللي هو معجزة، معجزة القرن، طلع وراه واحد اكتر معجزة منه، واخد بالك؟ لكن لسه ما اتشهرش. هو هرمونين اتنين مع بعض برضو كانوا موجودين في الجهاز الهضمي وناقصين قوي في الناس اللي عندهم سكر. ده ايه التاني بقى؟ اسمه مونجارو. هو جي ال بي 1 جي اي بي ريسبتور اجونست، ده عباره عن تو هرمونز كانوا موجودين في الجهاز الهضمي وناقصين جدا في مرضى السكر، وبيشتغلوا سوا انهم يقللوا قوي انتاج الكبد وتفضية المعدة، والشهية تقل قوي، والناس بتخس عليهم قوي، والكبد الدهني أثبت أنه بيقل خالص. طب وده مالوش أي سايد، الحاجات دي مالهاش أي سايد افكت؟ So far أنت الهرمونات دي when we are replacing what's missing، يعني هو الناس دي عندها الهرمونات دي ناقصة جدا، فأنت بتعوضي لناقص، زي اللي عنده ثايرويد فشلت بطلت تعمل ثايرويد، فالميتابوليزم باظ، فأنت بتديله ثايرويد هرمون، تديله what's has been missing. فده أنا ما بعتبروش علاج، أنا بستبدل حاجة ناقصة، زي بالضبط الإنسولين. الناس الأطفال اللي كان عندهم سكر من النوع الأول ده كانوا بيموتوا، ما كانش فيه علاج، لغاية ما الإنسولين تقدم بقى life saver. فأنت you are giving them what has been missing and you saved lives. يعني الأطفال اللي كانوا ما فيش إنسولين كانوا بيموتوا من غير اي انترفنشن. فدلوقتي الانسولين ده نعم، فدول بالذات دول هرمونات اساسا ناقصه وابتدت، بس ما كناش فاهمينها. احنا فاهمين اكتر دلوقتي عن السكر وطبيعه الميكانيزم بتاعته ازاي بيظهر، وبالتالي بنعوض الناس عن اللي ناقص. فانا ما بعتبروش، طبعا احنا ساعات بنعوض بكميات اكبر من الفسيولوجي، ونقدر نقول ان ممكن المستقبل يورينا مشاكل، لكن انا اللي شايفه ان احنا عندنا ازمه كرايسيس، وي هاف تو دو سمثينج. السكر بيزيد وسط السن الصغير، الاطفال بطلت تلعب دايما بالالكترونيكس، فاحنا وي هاف ان ابيديميك اوف دايابيتس. يعني هربيت انا هربيت. طيب جوينج باك للكالسيوم بقى، امتى يعني طبعا في الست الزياده عشان الاوستيوبوروسيس والحاجات دي كلها، امتى المراه تبتدي تاخد مثلا كالسيوم في سن كام، وايه الدوس، وهل في ناس ما تقدرش تاخد كالسيوم مثلا عشان الكيدني؟ هل ده يعني كانوا دايما يقولوا زمان ما تاخدش تو ماتش كالسيوم عشان بيأثر على الكيدني، وهل ده الكلام ده برضو صحيح؟ احب اقول الاول ايه اللي بيضيع الكالسيوم، and that's very common. يعني ايه اللي بيضيع الكالسيوم؟ كويس قوي. لو انا بشرب قهوه كتير انا ام لوزين كالسيوم. صحيح. ليه؟ الكالسيوم الكالسيوم بينزل في البول مع الكافينيتد بيفرجز، خلاص. انا عمر ما الكالسيوم في الدم هيقل. ليه؟ مين اللي بيرفعه تاني للطبيعي؟ العظم، هو اللي بيدفع الاكسبنسز. ايه رايك في المخلل والملح؟ اكتر حاجه تنزل الكالسيوم في البول المخلل. لقوا في الفرامينغهام ستاديز الستات اللي بتاكل ملح كتير they have twice the chance of osteoporosis. ليه؟ صوديوم ان صوديوم اوت، الملح اللي انا باخده الجسم بيطرده وهو ماشي ياخد معاه كالسيوم. انت عارفه الضغط بيحصل ليه؟ جزء كبير من اسباب الضغط ان الصوديوم بيزيد قوي، بيبينتريت اور ارتيريولز اللي هي الشرايين اللي فيها سموث ماسلز. كالسيوم فولو، بندي كالسيوم شانل بلوكرز عشان نقلل الضغط، أدوية كتيرة زي الاملوديبين والنايفوديبين they are calcium channel blockers. So sodium calcium follow sodium. أما بناخد صوديوم بينزل في البول الكالسيوم follow. احنا ما بنشوفش الكالسيوم في الدم هيقل، لأنه على طول العظم يسحب ويعوض، لأن السيرم كالسيوم لازم يبقى نورمال.
فدي حاجات كتير، عادات، الكافيين الكتير، كافيين الكتير. كافيين كتير قد ايه يعني؟ واحنا بنشرب يعني عايزين نعرف. ما انا عايز اقول يعني كوفي از ا وندرفول درينك، احنا ما شفناش ضد الكافي حاجه وحشه. في توين ستدي شافت ان الكافي actually reduce the chance of type 2 diabetes. فالكافي في حد ذاته مش وحش. لكن انا واحد من الناس كنت بشرب 2 pots of coffee من كتر ما كنت فتعلمت ان انا اقلل قوي الكافي، لانه الكافي اما بتزيد قوي بتبقى عامله مشاكل heart burn and one of its problems losing calcium. يعني 2 cups of coffee a day is fine. كويس. لكن more than that there is a chance of losing calcium. واو. High salt intake. الصلت الكتير there is a chance of losing calcium. الكافينيتد درينكس، الكوك والهاي انرجي درينكس بينزل الكافيين العالي قوي في الهاي انرجي درينكس، you are losing calcium. فthat's first we need to know what's causing the calcium. طب اللي بياخدوا اللي بيحوشوا ميه وبياخدوا مثلا ليسكس عشان ينزل الصوديوم والحاجات برضه بياخد معاها الكالسيوم. هو في ميكانيزم معين اكشولي في الثايازايد، نوع من انواع الادويه بتخلي الجسم يحتفظ بالكالسيوم تو سام، يعني يعني مش بيحتفظ بالكالسيوم، بتقلل اللي الكالسيوم ينزل في الجلد. فحتى بعض الحالات اللي هي بيبقى عندها قابليه للستونز يعملوا ستونز كتير لانه بينزلوا كالسيوم، بندي ثايزايدز بيقلل الهايبركالسيوريا ان الكالسيوم ينزل في البول. ففي الثايزايدز لها ميكانيزم يوسفل، حتى لقوا في بعض الستديز ان الثايزايدز بتقلل هشاشه العظام، انها بتقلل فقدان الكالسيوم في البول. بالنسبه للليسكس اتس نيوترال، النيوترال الليسكس لايك نيوترال، لكن الثايزايدز بتقلل الكالسيوريا يعني لوس اوف كالسيوم في البول. بالنسبه للكالسيوم احنا دايما نقول الايستروجين بيزود امتصاص الكالسيوم، فلو حد عنده لسه الاوفريز شغاله وبتدي ايستروجين محتاج 1 جرام اوف اليمنتال كالسيوم ا داي، يعني 1 جرام اوف كالسيوم. سن كام يعني؟ سن كام المفروض الواحده تاخد تبتدي تاخد الكالسيوم ده؟ يعني انا عايز اقول الكالسيوم از نوت ا باد ايديا even during the growth years، لان احنا بنعمل 90% من اور بون دنسيتي اول 18 سنه. بالذات اللي هم young age and they are very healthy but they are not athletic and they drink a lot of energy drinks. ابتدي اديهم كالسيوم. لان انا ببني البون دنسيتي during this 18 years. بعد كده we start withdrawing from our saving accounts. من early 30s on. بتبتدي lose more calcium but as we age. اول ما يحصل المينوبوز ازوده ب 0.5، يبقى 1.5 جرام اوف اليمنتال كالسيوم. اما بقول اليمنتال كالسيوم انا مش معناها السترينث اوف ذا تابلت، يعني انت ممكن تلاقي كالسيوم اسيتات 1250 ملغ، ده السترينث اوف ذا تابلت. انما الاليمنتال كالسيوم اللي جواه 500 ده اللي انا بقول عليه الاليمنتال كالسيوم. يعني انت لما بتروحي تجيبي الكالسيوم اوفر ذا كاونتر في حاجه اسمها ذا سترينث اوف ذا تابلت وفي حاجه اسمها ذا اليمنتال كالسيوم انسايد ذا تابلت. فانت لازم تقري الليبل وتشوفي how much elemental calcium. يعني ده اللي ركز عليه بالظبط، الelemental calcium not the strength of the tablet. فانا عايز 1.5 جرام of elemental calcium. That's what I want. ده بقى once a day ولا مرتين في usually we split it، لان الجسم ما يقدرش يمتص اكتر من 500 ملي جرام elemental calcium at any one time. لو حطيت 1000 يخلص من 500 ويحتفظ ب 500. فانا اقسم ال 500 يبقى مرتين. ودايما بنحب ناخدها وذ ميل عشان الاسيديتي از امبورتنت، بالذات لو باخد كالسيوم كربونات مهم قوي الاسيد اوف ذا ستومك. يعني لو في عندي عيان بياخد ماء دواء للحموضه ما ينفعش اديله كالسيوم كربونات، اديله كالسيوم سيتريت او كالسيوم اسيتات، لان الكربونات مش هيحصل له امتصاص. لان انا قافل الاسيد اوف ذا ستومك. يعني انا لو حدي واحد عنده هشاشه عظام وبياخد دواء للحموضه بي بي اي مثلا اوميبرازول بانتوبرازول، لازم اديله كالسيوم اسيتات او كالسيوم سيتريت سيتراكال او كالسيوم اسيتات. لكن الناس اللي ما عندهاش دواء للحموضه وعندها حموضه في معدتها بعد الاكل اديله كالسيوم كربونات، التامز تامز ده كالسيوم كربونات. اتس جود تو بي افتر ا ميل. بس واو
interesting. طيب الكالسيوم ده كانوا بيقولوا زمان لا ما تاخدش كالسيوم لو حد مثلا الكلى فيها حصاوي بيتزود الحصاوي بتتعب الكلى، الكلام ده صحيح ولا ده just a myth يعني؟ هو طبعا لازم نعرف ليه بيحصل حصاوي في الكلى، وده مش كل انسان بياخد كالسيوم هيعمل حصوه، الناس اللي بيبقى عندهم استعداد لانه يحصل حصوه، اولا اللي بيبقى عنده حصوه كذا مره مهم قوي يعرف الحصوه دي تكوينها ايه، فمفروض بيعملوا حاجه اسمها كريستالوجرافيك اناليسيس، يعني الحصوه بتتاخد وتتحلل ونقول دي معموله من ايه، وبناء عليها ببتدي اتجنب حاجات معينه، ممكن تكون اوكزاليت ستونز، اقلل شويه الحاجات اللي هي فيها اوكزاليت، يعني مثلا السبانخ سيرتن ثينجز. في حاجات تانية بتبقى كالسيوم فوسفيت. في ناس بعد المينوبوز بالذات يجي لهم ريكورنت يورينري تراكت انفكشن، لانه البي اتش الحامضيه والقلويه بتاعه المكان اللي حوالين مجرى البول بيتغير، وبالتالي البكتيريا اللي هناك اللاكتوباسيلاي اللي هي بكتيريا طيبة بتروح وبتستبدلها بكتيريا من نوع تاني اللي هي بنسميها يوروباثوجينيك إيكولاي، ومجرى البول في الستات بيبقى قصير وستريت، فيطلعوا ينزلوا بمنتهى الحرية وتلاقي جيلهم مالتيبل يورينري تراكت انفكشنز. ممكن قوي بمجرد ما قلل الانفكشنز تقل الحصوات اللي بتنتج نتيجة انفكشن، فهي مهمة قوي الكريستالوجرافيك اناليسيس. كلمة ان انا ما اديهمش كالسيوم از هول that's a general we're not accurate. يستحسن نعرف what kind of stones. في ناس كتير قوي بتكون stones انها بتشربش مية. صحيح. كمان في حاجة نقطة مهمة قوي، احنا بعد سن الستين ما بنعطش، العطش بيقل، احنا الثيرموستات بتاع العطش بيتغير. صحيح. وبالذات ان احنا بنشوف ناس على ليسكس وبياخد مضر للبول عشان الضغط، وتساليت الشاب يقول لك انا بشرب 3 قهوه في اليوم واثنين شاي. طب بتشرب ميه؟ لا. طب كل القهوه والشاي ده بيخلوك تو دايريس مور، انت يو ار فيري دراي. لو واحد عنده 70 سنه قال لك انا عطشان، ده هو دي هايدريتد، هو بياند عطش. فمهم قوي الشرب من الميه تزيد، ده جزء من اساسي من ان اقلل حدوث حصوات ستونز. مرسي جدا دكتور عادي. يعني اقول مش عارف اقول ايه على كميه المعلومات الخطيره اللي عند حضرتك يعني، والحقيقه كلنا استفدنا بيها النهارده، ويعني يا رب كده اقول الناس اللي سامعينا يعملوا بيها، وناخد بالنا بقى ابتدي ناخد بالنا من الاكل ومن السكريات ونعمل اكسرسايز، يعني ده اهم حاجه طبعا اللي طلعنا بيه النهارده من الحلقه. انا اتشرفت قوي بوجودي، وفعلا انا بضم صوتي لصوت حياتك، يعني بتمنى ان اكون انا نفعت حد ان هو يطبق الحاجات دي ويبقى healthier، يعني يأدابت يعني حياه تبقى فيها صحه وياخد باله من اكيد نفسه. طبعا اكيد طبعا معلومات يعني اقول بمليون دولار اللي حضرتك قلت لها النهارده. ميرسي جدا جدا، وان شاء الله يعني هوفلي بقى تجينا تاني من انديانا ونشوفك معانا هنا في الشرف. متشكر لينا. ثانك يو فيري ماتش. اعزائي المشاهدين، جينا نهايه الحلقه، وطبعا انا عايزه بس اقول ان يعني يا ريت اقول كل واحد يحصل على الكتاب دايابيتس ده، فيه معلومات مهمه جدا جدا عن السكر وعن الدهون، ويعني مش كتاب كبير، كتاب صغير، بس فيه معلومات حقيقه فدنا كلنا. طبعا زي ما دكتور عهدي قال ممكن الواحد يطلبه اونلاين وبيجي له في البسطه. طبعا زي ما سمعنا النهارده خطوره السكر والدهون، وكلنا يعني الحقيقه بناكل طبعا اكلات غلط، بس اهم حاجه طبعا زي ما الدكتور عهدي قال، اهم حاجه الواحد ياخد باله من الاكل، ياخد الكربوهيدراتس من البلانتس، من الخضروات، ومن طبعا نقلل العيش خالص على قد ما نقدر، الدهون نقللها خالص، ناكل الأسماك أكتر. طبعا مهم قوي قوي الواحد يعمل exercise بي resistance، يشيل ويت مثلا مرتين ثلاثة في الأسبوع، ده بيساعد قوي قوي في الخسسان، وطبعا بيحرق الويت، بيحرق الفاتس أكتر من الواحد ما يعمل دايت لوحده. نخلي بالنا من أطفالنا، نخليهم يتحركوا شوية، ما يخليهم يبعدوا عن السكريات والحلويات والsoft drinks اللي هي loaded بالsugar وبالحاجات تقول اللي تأذيهم
كلهم وربنا معاكم. وانا عايزه اقول ان طبعا الحلقه طبعا كان فيها كميه معلومات رهيبه النهارده. الحلقه دي اللي عايز يتفرج عليها اللي ما لحقهاش النهارده بتتعاد بكره الجمعه الساعه 10:30 الصبح كاليفورنيا تايم، وبتتذاع في مصر 8:30 مساء في مصر بكره الجمعه. قول تصبحوا على خير ونشوفكم ان شاء الله يوم الخميس الجاي وحلقه جديده من برنامج مش لوحدك. اذكرونا دايما صلواتكم والى اللقاء.